السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. بإذن الله فيديو النهاردة هيكون مخصوص للفتق، أو اللي احنا بنسميه الفتاق. هنعرف الأعراض والأسباب، وهنشاهد مع بعض جراحة إصلاح الفتق بشكل 3D انيميشن واضح وجميل جدا. وأتمنى قبل ما نبدأ نضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان الفيديو يظهر لناس تانية غيرنا وهم كمان يستفادوا. وقبل ما نعرف يعني ايه فتاق، في كم معلومة مهمة لازم نعرفها. الأعضاء الداخلية للبطن أو الأمعاء والقولون، كل ده بيكون محاط بطبقات. أول طبقة وهي طبقة البريتونيوم، ودي أول طبقة بتغلف الأعضاء من بره. فوق الطبقة دي تيجي طبقة عضلات البطن، وبعدها طبقة الدهون والجلد. وعرفنا قبل كده إن الجلد بيتكون من 3 طبقات، وهما الإبيديرم والديرم والهايبوديرم. دلوقتي انت بقت جاهز تعرف يعني ايه فتق. الفتق هو خروج جزء من الامعاء او القولون او الاعضاء الداخلية خارج مجاله الطبيعي. وتعالوا نفهم الكلام ده اكتر ونعرف الفتق بيحصل ازاي. اتفقنا ان عضلات البطن من الطبقات اللي بتحمي الاعضاء الداخلية والامعاء. وفي حالة الكحة الشديدة والامساك ورفع الاوزان التقيلة، او في حالة التدخين والسمنة الشديدة، كل ده بيعمل حمل وضغط على الأعضاء الداخلية وكمان الطبقات. يقوم الجسم يبحث عن أضعف منطقة في عضلات البطن ويعمل فيها قطع، ويقوم جزء من الأمعاء أو القولون خارج من مكان القطع ده لحد ما يوصل لتحت الجلد ويسبب لنا البروز أو الورم اللي بيحصل ده. ونوع الفتق بيبقى على حسب المكان اللي حصل فيه. يعني مثلا لو حصل في المنطقة الإرابية بنسميه فتق إرابي، ولو حصل في منطقة السرة بنسميه فتق سري، وعندنا فتق الحجاب الحاجز، وعندنا الفتق الجراحي، وده بيحصل مكان أي عملية أو جرح حصل في عضلات البطن قبل كده وسبب لضعف في عضلات البطن، زي حدوث فتق مكان عملية الزايدة أو الولادة القيصرية. وعملية إصلاح الفتق ممكن تكون بالجراحة أو بالمنظار، وغالبا لما بيكون الفتق في جانب واحد بتكون بالجراحة، انما لو في فتق على الجانبين ده بيكون عن طريق المنظار. والافضل طبعا من حيث كل حاجة هو المنظار، لكن بيكون مكلف شوية عن الجراحة. ولو المريض اهمل الفتق اللي عنده ده، ممكن عضلات البطن تبدأ تعمل زي نظام تقلصات، وده طبعا هيعمل زي نظام خنق وموت بالبطيء للجزء البارز ده. وطبعا بنقوم بتخدير المريض قبل العملية، وبنفتح طبقة الجلد فوق الفتق بالظبط. لأجل كده ممكن يختلف مكان فتح الجلد وطول الفتحة الجراحية من مريض للتاني على حسب حالة الفتق اللي عنده. بعد الفتحة على طول بيظهر لنا الجزء البارز اللي مسبب لنا كل المشاكل دي، وبيتم إرجاعه لمكانه الطبيعي داخل تجويف البطن. وبعدها بيخيط طبقة البريتونيوم، وبيتأكد ان المنطقة نظيفة تماما، مفيش اي جزء عالق او نسيج متبقي. والمنطقة دي طبعا هي اللي هيحط فيها الماش، وده شكل الماش اللي الجراح هيستخدمه، وممكن طبعا انه يختلف في الشكل. ونقف هنا لمدة ثواني هعرفك يعني ايه ماش. الماش او اللي احنا بنسميه شبكة او رقعة او دعامة، ممكن مثلا ان احنا نشبهها بعملية الخرسانة. الاول لازم يتحط زي نظام شبكة حديدية بيعملها الحدادين من اسياخ الحديد، وبعدها بيتحط عليها الاسمنت. وهنا برضو نفس النظام، الشبكة الحديدية بتاعة الخرسانة هي الماش، والاسمنت ده الانسجة اللي الجسم هيكونها فيما بعد فوق الشبكة او الماش. وبعد وضع الماش فوق المنطقة الضعيفة بيتم خياطتها بالعضلات اللي اتقطعت، وبكده تكون عملت دعم لعضلات البطن وتمنع بروز الجزء اللي كان طالع بره ده مرة تانية. وبيتم خياطة طبقات الجلد اللي اتقطعت وارجاعها كما كانت قبل العملية. ودي بكل بساطة كانت عملية اصلاح الفتق عن طريق الجراحة. لو مهتم تشوف عملية اصلاح الفتق بالمنظار، ما تنساش تضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم.